هشام حداد بدك يانا في الام تي في؟ يلا على الام تي في. تفضل. يا هشام اذا بتغلط من هون برك. دكتور فود انت لوحدك هي عندها 9.6 وانت حوالي 5.6. لما بلشت الفيديو قال فعلا اليوم ما قلت له قال جوعانه. ماذا هي وظيفه شروق الحقيقيه؟ دكتور فود وشروق بكره مع هشام حداد كثير هالقد ام تي في 9:30. يلا احضروا. يلا باي باي يا ولد. يلا مسرح حالك. يلا يلا.